السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الدراري، تبارك الله عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا في امان الله وحفظه. اليوم بغيت ندير معكم واحد الموضوع مهم صراحة. دابا كاين البرد اللي قالت راه مهمين على الاقل الصباح، يعني يبقاو خدامين، وانما ضروري يكونوا اللي قالت عندك مزيانين على حساب البرد باش يحميوك من البرد القارس، وكذلك يحميوك الا كانت الله يحفظ شي كليساج ولا شي طيحة ولا شي حاجة. بالنسبه للسياقه دائما باش تكون قدامك الطوموبيل، هذه هي البوزيسيون اللي ممكن تاخذ، يعني ما بين اليمين واليسار، باش اذا كان مول الطوموبيل يبغي يشد اليمين هو ديالو ولا يوقف ولا تجيه شي اون في يوقف ولا شي حاجه، تكون انت عندك شي يكون عندك اونجل كيفاش تخرج. والا الا جيتي موراه مباشره بحال هكا، جيتي هنا بجناب اوتوماتيكمون باش يوقف غيحصرك هو مع التطوار، وغادي يقدر يهرسك ولا يطيحك ولا يكون معك شي باساجي وقع لك شي مشكل كبير. لهذا دائما انت تكون بين اليمين واليسار. ما كاينش شي قانون بالنسبه للدراجه الصغيره اللي هي بدون رخصه السياقه تتحكم عليك انك خاصك تشد اليمين. فوقاش اللي يحكم عليك انك خاصك تشد اليمين هي باش يكون باساج ديال لي موطو، تيكون شي شانطي خاص اولا شي طريق خاصه للدراجات الناريه، تما تتفرض عليك قانون السير، تفرض عليك انك خصك تدخل وسط دوك الباساج. عكس فاش ما تيكون لا قانون لا حتى حاجه، ما كاين بحال هكا بحال هاد الشانطي اللي كاين دابا حاليا، اوتوماتيكمون خصني نشد هاد البوزيسيون هادي باش الى بان ليا ندوبل، الى بان ليا نمشي معاه موراه نمشي موراه. دائما نحضي مع المرايه، دائما المرايه نحضي معاها. شوف هاد السيد مالو. السلام عليكم، قلت لكم واش خاصك شي حاجه ليسونس ولا شي حاجه؟ لا صح لا، حيت شفت عندي قناه، وانما ما انا قلت لك واحد المره وقع لي واحد المشكل غادي وسكت لي الموطور في الطريق وبقيت دافع على الطريقه ديالك، ومع الطلعه قلت انايا زعما سي بوسيبل تكون محتاج ليسونس ولا شي حاجه نجيبو لك. لا باغي نقف هنايا ارتاح. سير الله يسخر، الله يعاونك خويا. اسمح لي ديك المره الاخوان وقع لي بحال هكايا، وقع لي واحد المشكل غادي انا ومولا الدار على غفله، ليسونس يبان لي بان عندي شرطه كاين ديال ليسونس، فاش تنوصل نص الطريق تنتفاجئ بان الموطور سكت ليا، لا جوج ما خدامش مزيان، سكت ليا الموطور على غفله، وعند بالي بانني عندي ليسونس مازال زايد. طاس اون بان اوتوماتيكمون جا واحد السيد في سبيل الله مسكين وقف عليا بحال درهم الحلال، قال لي ياك لاباس دي ليسونس واش ممكن تسخر ليا؟ قال لي لا راه عندي، واش بدي واحد القرعه ديال ليترو اساس راني ناخذ منه غير واحد الشويه غير باش نكمل طريقي نوصل للستاسيون. في الاخير قال لي لا هذا خذو كامل وين نخلصو، مسكين مبغاش يتخلص مني. الله يجازيه بالخير، الله يرحم لينا الوالدين. دابا انت دابا هاد الكاميو اونكل مسدود ما تيبان لياش، انا ما تيبان ليا مورايا جاي شي حد. مسكين عطاني داك ليترو ديال ليسونس، داكشي علاش دابا حاليا وقفت، عند بالي بان هاد السيد محتاج ليسونس. ساعة قال لي راه بغيت غير نوقف هنايا نتشمش شوية. ايوا فعل الخير راه مهم، الانسان تيدير الخير شي حاجة زوينة مهمة بزاف. قلت لكم وراي جاي الطوموبيل، ديك الاخوان بغينا ندير واحد الجولة في مدينة الدار البيضاء، وغنمشي عند واحد الصديق عزيز عليا بزاف، نمشي عندو، وكما تعرفوا كنت باغي نمشي غير بوحدي، شحال واحد قال لي راه مابقيتيش تخرج، مابقيتيش دير السفر، مابقيتيش تبغي تسافر. بالعكس انا من محبين السفر، وانما سبحان الله العظيم جات مع الفترة ديال البرد القارس، يعني وكنت ننتظرو انا طيح الشتا باش الاجواء خضار تولي خضراء، ساعة ما طاحت لا شتا لا والو. هذا دابا بغيت نمشي للدار البيضاء، المهم الدار قلت حنا نمشيو معاك، وغنمشي نشوف واحد السيد خالي خو الوالدة مريض مسكين، دعيو معاه بالشفاء، تشلل مسكين، كان صحة سلام هاد المرض ولا قلتلك مرض العصب، ناط ليه الحبوبة في الراس، و
بدا عليه عمليه من مباشره مور العمليه تسلل مسكين، نتمنوا له الشفاء العاجل ودعوا معه بالمغفره ودعوا معه بالشفاء. الله يرحم لكم الوالدين. الدعاء الدعاء سميتو الغريب كيكون مستجاب، فنتمنوا له الشفاء يا ربي. انا ان شاء الله نمشي نشوفو اليوم، وفي نفس الوقت غادي ندي معايا الكاسك ديالي والكاميرا ديالي، نجولو تما في مدينه الدار البيضاء، نشوفو واش من موتور عند الصديق ديالنا، وتكملوا معنا ان شاء الله الحلقه. تحياتي لكم، بقاو معايا مع هذا الفاصل. الدراري السلام عليكم، تبارك الله عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا في امان الله وحفظه. هنا في كازا عند الخال ديالي مسكين، جيت شتو عيان، ادعو معاه بالشفاء والمغفره يا ربي. الدار البيضاء، جينا نشوف خالي في سبيل الله. خالي عيان مسكين، عزيز عليا، عيان مسكين، جاتو انتيومار في الراس ديالو، ودار عملية قبل ما يدير عملية تشلل. دابا جا عندو واحد الصديق من مدينة الدار البيضاء، حنا في الدار البيضاء دابا حاليا، أيوب. السلام عليكم. كاين الفيديوهات. كي داير ابو ايوب؟ مزيان؟ هاني صحيحة؟ سري خويا غزال، طرون 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 ضروري طرون طرون. معكم الدراري، غنسوقو طرون طروا اليوم، طرون طروا، خي طافي طرون طفوا. تحياتي، كيفاش نديماري؟ مابقاش عارف انا كاع الموطور كيفاش نديماري. دقة الحين حيتي سلندر الحديد، سكوتي يا خويا، سكوتي سكوتي، دي من اليسر. احنا في كازا الدراري، تحياتي لكم. نيشان ناضية، نيشان تحياتي الشباب، نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير. اليوم المشية ديالنا باش جينا هنا لكازا، هادي مدة وانا تنقول نجي ليها، سبحان الله العظيم تنخاف نخرج بالموتور ديال سبرينغ، راك عارف كيفاش داير هو نيشان، كنخاف نخرج به تنقول غيديو ليا الموطور. وانا ما دريت كازا راك تعرفو تيخرجو به، ما كاينش مشكل، عارفين الزناقي منين يخرجو، منين اليمين اليسار، ونطلع من التطوار. ما بتخرجك تخرجك توش، لا دا والله تيطيح لك هنا يقيس لك الموطور. هنا الدراري ديال كازا مابس، تبون مابس تخرج عليكم. انت متبع المابس ولا؟ ايوا جينا لكازا الدراري، نشوفو واحد الخال مسكين عيان، نشوفوه عزيز عليا، قلت والله العظيم مثل الموت عليه. خو الوالدة، خو الوالدة، انما مسكين جاتو ان تيومور في الراس، اصبح مريض، مبقاش يشوف بعينيه، ولا اللي قلت لك دار عملية ديال الراس وداك الشيء، وصدق مشلل. جينا في الأخير، جبت معايا الكاسك ديالي خاص باش أنني عارف راسي غنتلاقى بدراري، وعاد صديق جيت عندو هو أيوب، عيط ليه نيشان طلع. خرجوا منا، ايوا حنا دابا في كازا تنجولو ونعرفو نرجعو يا عبو. تحطني هنا نتعاود، تحطني تقول لي ملي رجع ملي جيتي، مابقاش عارف. عرفتي تتسوق بلا مرايات نتايا، مصيبة. ايوا فينا هما، ما ركبتيهمش هادي عام وانت بغيت
نيجان طوع ليمت انتردي المنظور على الاسر نيشان فين نيشان نيشان منو ليه كنت رانا متطور من لي كاين يدخل فينا تاكسي يا صاحبي ياك اليوم خارجين على راسهم بوحدهم احنا نجرو في كازا الاخوان ليش نسميت هاد البلاصه اخي ايوب نيشان لوك سمر روح خذ المطروس ديني ساسة نيشان القضية ديال الدياس شاولك دياس كاع شاولك دياس دياس كاع كاع شاوا عاد باش يعطيها دياس ديال لومبري كروازيان مشارك هو فاش الى تسول كروازيان تاع عقبه مجهده دو بلاص ماشي في ان بلاص تبدا الدياس تحس بهم تيديروا ديك سيره وشي ينقص الدراري اللي ما تيعرفونيش انا راه ما عمري جلت في كازا موطور انا مع ايوب غنجولو ماشي كازا نجولو كاع العالم ديم اييه شي دابا انت دابا حاليا لومبرياج عندك راه تيدور دابا الا كنا غير بوحدي تحس بالموطور بحال باغي يزيد فهمتي حد دابا فيرميه هو دابا تحس به بحال بغيت هذا كلشي اللي خلاك الموطور يتكالو لك ديال لومبرياج يكون ناقص في لورونج ماشي خصو يكون ناقص قلت خاص داك لومبرياج يتقاد عندك لومبرياج خصو يتقاد يتنقص ليه لومبرياج ينقص باش يوليو من بعدين السخونيه تما فين تحركوا وراه ولا كيدير ما عمرك بدلتيهم انت ما عمرك بدلتيهم كاع ديالك ما عمرك بدلتيهم ما كيتحركوش قلت لك ديالك تحركوا نهار وقلت لك واش ما عمرك بدلتيهم ديالك لا خصك تبدلهم دابا 4 سنين موطور عندك 3 سنين علاش عامي فوقاش خديتي انت فوقاش خديتي فوقاش خديتيه؟ نعم فوقاش خديتيه؟ قلت لك الموطور المقر قلت لك الموطور فوقاش خديتيه؟ الموطور 2021 شهر 9 هو 2021 2022 2023 شهر 9 راه 3 سنين دابا بزاف ديك كبرت تفرت عيا والله يشوفك كبيره بزاف هاد ازا فاش جات ديال الطوبيسات عرفت شحال من نمره تزادت راه تزادت شي 30 نمره اللي زاد وخدموا شركه زوينه الصراحه البلاصه ما كانش كيلحق لهم الطوبيس ولاو صليهم
واحد البلاصه زوينه في كازا سانت يقول لها الحطب المالي. اه فالادارات اللي السياج تاع البلايصه اللي السياج ديالهم يروحوا ديك البلاصه يقول لهم الحطب المالي كاملين وفات لي زافورتم واللي بغيت خلينا عليه ندير البلاصه غادي على الرباط الوقت تبع الرباط غادي عندك حق دوز مي قلت كاني خرجت شي منها ياك البياج الاول وين تحتاني منين ندوز على اليسار نمشي مع الطوبيس الطوبيس صايبو السوتيران واعرش هذا كيف ما سيدي معروف ياه سيدي معروف هذا القنطرات يلاه تصايب هذا الشيء المكان ويا راه صرعوها صاحبي بزاف مارين حدا مارين لا مارين حدا الدار خايبه الموطا تيبغي يزيد شي تحس به تيبغي يزيد باش كندير برومي كيتنقص هو دابا بوحدو دابا شي بغي يزيد بوحدو ولي صباح مرة كي بحال شي ديمارا في الصباح تسمع داك شي واحد يومين ما هزيتوش نجيبو شي ديماري شي ديماري تخليو صباح لي صباح عندك مزيرين محلولين بحال مزيرين حالين دابا حالين قد ديك غرفة انتحار غندير الوقت الياس وغادي نتهنى ديك الساعة غنحط بالمال ياسع اللي في ديك الموبلات يا سلام